إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ورده إلينا عند حاجتنا إليه. إخواني الكرام، نحن نقترب من شهر رمضان والحياة والموت بيد الله عز وجل، والإنسان المؤمن دائما يطلب من الله عز وجل أن يمكنه من مواسم الخيرات لكي يستثمرها لكي يصل إلى الله عز وجل. شهر رمضان هو فرصة عظيمة ومنحة إلهية ونعمة من الله، ينبغي عليك أن تطلبها، أن تطلب من الله أن يمتعك بالصحة والعافية والثبات على الدين، بالصحة والعافية والثبات على الدين، حتى يأتي شهر رمضان وأنت في صحة وعافية، لكي تستثمر هذا الموسم فتفوز برضوان الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض. نحن نقرأ الحديث أيضا وبلغنا رمضان. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يبلغه رمضان، ما معنى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضمن غد أن يعيش إلى غد. وبلغنا رمضان، يعني ممكن كثير من الناس، سبحان الله، كثير من الناس استعدوا لرمضان وبدأوا يجهزون ويعدون حتى جاء قبل رمضان بيوم أو يومين فأخذهم الموت فلم يتمكنوا من صيام رمضان مع المسلمين. ومنهم من مات أول يوم، منهم من صام 15 يوم وتوفي، وهكذا. فالحياة والموت بيد الله، هذا الحديث ينبغي أن نتأمل فيه. وبلغنا رمضان، لا تظن أنه خلاص، أنت خلاص رمضان جاي، بعضنا نقول رمضان جاي رمضان جاي، وكأننا خلاص ضامنين إنه رمضان سيأتي ونحن على قيد الحياة. ينبغي علينا أن نفهم أن الحياة والموت بيد الله، وأن الله أن يبلغك رمضان وأنت بصحة وعافية وإيمان وثبات على الدين، هذه نعمة من الله عز وجل. ولا ننسى أيضا أن هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، شهر مبارك أيضا، لأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله، ترفع فيه الأعمال. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يكثر الصوم، قال: شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أن يرفع عملي وأنا صائم. ونحن نذكر أيضا أن الإعداد المسبق للشيء سبب من أسباب النجاح. إذا كان هناك موسم من مواسم التجارة، نقول من مواسم التجارة، وأعد التاجر تجارته وخطط لهذا الموسم تخطيطا جيدا وأعد نفسه، سينجح في هذا الموسم. لكن إذا دخل إلى الموسم عشوائي، لم يعد، لم يتجهز، لن ينجح. وهكذا التجارة مع الله، رمضان موسم، فينبغي عليك أن تعد. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم في شعبان. لماذا؟ كأنه يستعد لرمضان، كأنه يستعد لرمضان، يتعود. فإذا كنت تنوي أن تقرأ القرآن في رمضان، ابدأ من الآن، اقرأ القرآن من الآن. إذا كنت تنوي أن تذكر الله كثيرا في رمضان، ابدأ اذكر الله من الآن. الدعاء، ابدأ ادعو الله من الآن. صلة الأرحام، ابدأ صل أرحامك من الآن. التسامح والعفو عن الناس، ابدأ تسامح مع الناس واعفو عنهم من الآن، لا تنتظر، خلي يأتي بس رمضان وبعدين سهل، ابدأ من الآن، لأن الاستعداد جزء من النجاح. ولذلك الحسن البصري يقول: نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى ربكم. هذه النفوس كالمطايا، المركوبات التي تصلك إلى الأهداف، أصلح هذه النفس تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه على كل شيء قدير،
والحمد لله رب العالمين.